يا ما انت كريم يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله يا رب العالمين، انت بقيت كويس وزي الفل اهو. الحمد لله. فين ابو حكيم؟ ما جاش ليه؟ روح البلد دي. لا يا اخويا، انا سبتهم نايمين واستحبت وقلت ايه اما اقعد معاك لوحدي. اخبار بناتي ايه؟ بخير يا اخويا، اطمن الحمد لله. تعبت يا كريم، عايز اخرج من هنا. لا تخرج، ده ايه الدكاتره يقول اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اقعد يا عبد الله كمل العلاج، نقعد يا عبد الله كمل العلاج. البنات توحشوني يا كريم، عايز اشوفهم. هم فين؟ زينب في المكتب، راح تبص على شويه اوراق وحاجات كده، وشاهد راحت معاها. اما اللي اسمه عزت ده، طلع حته دين راجل شهم وجدع. صحيح اللي ما يعرفك يجهلك، من ساعه ما حصل لنا اللي حصل ده ما سبناش لحظه، من البيت للمستشفى ومن المستشفى للمكتب ومن المكتب للمستشفى ومن الدكتور ده للدكتور ده. غير وجهه نظري عنه خالص، جدع ابن حلال. الحمد لله. ادخل. جبنا سيره القط، جيبي نوت اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف مليون سلام عليك يا حاج، والله العظيم انا كنت في نيتي اعدي عليك الصبح، بس لولا المدير بتاعي ما رضيش وعمل فيها سياده المدير. وانا بطمنكم كمان، انا كنت عند الدكتور دلوقتي والحمد لله قال لو الحاج عبد الله عايز يخرج النهارده ما فيش اي مشكله، بس انا قلت له يعني يقعد يوم كمان عشان نطمن عليه في المستشفى. لا يقعد ايه، ده لسه بيقول لي عايزين نخرج يا كريمه. يخرج يخرج يا عزت، وانا اخدمه برموش عيني. ماشي يا ست كريم، بس هنا في المستشفى هيكون اضمن، عشان لو عايزين ياخد حقنه ولا ياخد دواء وكده يعني. كتر خيرك يا عزت يا ولدي، خالتك كريمة معجبة فيك كتير، تقول فيك شعر. طب الحمد لله ان احنا قدرنا يعني ننول الرضا. نولته يا اخويا نولته. امال انت فكرك ايه؟ عايز تخبط على الباب ونفتح لك وتخش تاخد بنت من بناتي كده اهو من غير ما ابقى مطمنة عليهم؟ لا لا طبعا. دي شهد. خير؟ اه ايوه شهد. اه انا في المستشفى هنا عند الحاج عبد الله. لا والله الحمد لله صحته ردت. انت مع زينب؟ طيب طمنيها. ماشي ماشي، مع الف سلام. بنتك زينب دي يا حاج زي ما تكون لما تكلمها كده تحس انك بتكلم آلة حاسبة. ايوه صح، هي زينب شاطره في شغلها انا عارف. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. انا هقف بره كده خمس دقايق. اتفضل يا اخويا. خلاص يا كريم. كلها يا عبد الله كلها. لا يا مش جايه يا كريم. لا عشان خاطري، عشان خاطري. هنا بالشفا. عبد الحكيم انا عارفاه قلبه حن، مش هيسمع كلام حد. وكريمه لعبتها صح، عرفت ازاي تخليه يبقى تحت امرها وينفذ اللي هي عايزاه، ما هي قادرة. وبناتها طلقاتهم على العيال. آه ضل عايش قلب عبد الحكيم هيحن. يا مري، ايه اللي انا بفكر فيه دي؟ وماله، انا بفكر في الصح، ومش هسيب بنات كريمه يورثوني بالحي. لا مش حاسبهم ياخدوا شجايا وشجا اولادي على اخر الزمن. واذا كان على عبد الله
كفاية عليه لحد كده، هيعوز ايه يعني تاني من الدنيا؟ الموت اريح له من انه يعيش عاجز ولا مشلول، وساعتها عبد الحكيم مش هيقدر يقول لي ان اخويا ولازم نقف جنبه. ايوه عاجبهم يعيشوا معانا اهلا وسهلا، مش عاجبهم ياكلوا طين على دماغهم.